جزء كبير من الغدة الدرقية لشخص بالغ، يؤدي ذلك إلى حدوث نقص حاد في إفراز هرمون الثيروكسين، مما يسبب الإصابة بمرض الميكسوديما. طيب، الإفراط في إفراز الغدة الدرقية لهرمون الثيروكسين أو إصابة شاب بتضخم ملحوظ بالغدة الدرقية، هيحصل إيه؟ هيصاب بإيه؟ مرض التضخم الجحوظي، الجويتر الجحوظي، مما يسبب التضخم ملحوظ في الغدة الدرقية وانتفاخ الجزء الأمامي من الرقبة مع جحوظ العينين وزيادة في أكسدة الغذاء لدرجة عدم تحمل الفرد للحرارة ونقص في وزن الجسم وزيادة في ضربات القلب وتهيج عصبي. طيب، ماذا يحدث عند توقف أو نتيجة توقف الغدة الدرقية عن إفراز هرمون الكاليستونين؟ لن يتم ترسيب الكالسيوم في العظام، مما يؤدي إلى زيادة نسبته في الدم. طيب، زيادة نسبته في الدم. طيب، زيادة نسبة الكالسيوم في الدم، يزداد إفراز هرمون الكاليستونين من الغدة الدرقية لتقليل نسبة الكالسيوم في الدم، مما يعمل على ترسيب هذه الزيادة من الكالسيوم في العظام، فيقل إفراز هرمون الباراثورمون. طيب، زيادة إفراز الغدد الجارات الدرقية وزيادة إفراز هرمون الباراثورمون، ارتفاع نسبة الكالسيوم. طبعا الباراثورمون هو من الغدد الجارات الدرقية، فهيدينا ارتفاع نسبة كالسيوم في الدم نتيجة سحبه من العظام، مما يؤدي إلى هشاشة العظام وتعرضها للانحناء والكسر بسهولة. طيب، عند استئصال جزء من الغدد جارات درقية أو انخفاض إفراز الغدد جارات درقية أو نقص إفراز هرمون الباراثورمون، هيحصل نقص نسبة الكالسيوم في الدم وسرعة الانفعال والغضب والثورة لأقل سبب، وحدوث تشنجات عضلية مؤلمة، وذلك بسبب نقص إفراز هرمون الباراثورمون. بعد كده عندنا زيادة نسبة البوتاسيوم ونقص نسبة الصوديوم في الدم، هيحصل إيه؟ تقوم قشرة الغدة الكظرية بزيادة إفراز هرمون الالدوستيرون الذي يساعد على إعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين، مما يساعد على حفظ توازن المعادن بالجسم. بعد كده عندنا إيه؟ حدوث تورم لقشرة الغدة الكظرية يؤدي إلى إيه؟ يؤدي أول حاجة حدوث خلل بين توازن الهرمونات المشابهة للهرمونات الجنسية والتي تفرز من قشرة الغدة الكظرية والهرمونات الجنسية المفرزة من الغدد المختصة، مما يؤدي إلى ضمور الغدد الجنسية في كلا من الجنسين، ظهور صفات وعوارض الذكورة في الإناث، ظهور صفات وعوارض الأنوثة في الذكور، حدوث خلل في توازن المعادن في الجسم، حدوث خلل في التمثيل الغذائي أو الأيض للمواد الكربوهيدراتية اللي هي السكريات والنشويات.